بسم الله الرحمن الرحيم ازاي تحصل على نسخة مجانية من اوتوديسك؟ هي يعني اوتوديسك مش توزع النسخ مجانية ببلاش بمناسبة عيد ميلاد ده ولا حاجة هي الفكرة كلها ان هو بيدي نسخ تجريبية سواء للطلبة او لواحد مثلا عايز يشتغل في البيت او كده وبعد كده لما شركة مثلا تكبر ومعاها مشروع كبير بتبقى اجباري الناس تشتري النسخة فتلاقي مثلا اشتريت مثلا 50 نسخه كل نسخه مثلا بمبلغ فده ده الربح بتاع اوتو ديسك عشان فاهمين بس العمليه ماشيه ازاي فلو واحد شغال في البيت عنده اوتو ديسك يعني ما مش هتكلمه لو انت بتعمل حاجه سبوبه من تحت السلم ما فيش اي مشاكل خالص تمام والكلام ده على مسؤوليتي المشكله كلها لو انت مثلا شركه كبيره فهو من حقه ان هو ياخد جزء من الارباح او ياخد حق النسخه او لو انت هتشتغل مثلا مع حاجه حكوميه او بعض الشركات الكبيره جدا في المشاريع الكبيره الضخمه بيشترط ان انت تكون شغال بنسخ اصليه تمام طيب ازاي بقى انزل أخ... نسخه تجريبيه اوتو ديسك اديوكيشن تمام طيب. ده ده نسخه هي معموله مثلا لحد هيتدرب حد هيشتغل مشروع صغير بتلاقي كل الاصدارات بتنزل البرنامج بيفضل شغال معاك ثلاث سنين طبعا كل سنه بينزل اصدار فبتعمل التصطيب للاصدار الجديد فبشفر معاك ثلاث سنين دي قبليها بكتير هتلاقي نفسك خلاص غيرت خلينا مثلا ننزل الريفت على سبيل المثال تمام بتيجي هنا بتقول له ساين ان او كرييت اكونت بتكتب اسمك وايميلك وبيقولك لك مثلا تشغل انت بتدرس في مع حد بتكتب اي حاجه لو رفض بتكتب حاجه تانية لحد ما يوافق تمام انا هقوله له ساين ان هكتب له الاسم والباسورد طبعا انت مش غرب فطبعا الاسم والباسورد ظهر قدامك عادي بيسالك انت عايز اني فيرجن اختار اخر حاجه طبعا تمام الاوبريشن ال الـ بعد كده هتقول له مثلا انا هشتغل انجليزي باي ذا واي اللي عايز يشتغل على ابل ماكنتوش الاوتوكاد في نسخه uh, للويندوز ونسخه للاوتوكاد تمام انما الريفت هو عامله ان هو ينفع يشتغل عليه يعني تنزل نفس نسخه الويندوز وتشتغل على ابل ماكنتوش وبعد كده هتقول له انستول ناو هيبدا يسطب لك الملف بتاعك هيبدا ينزل لك نسخه uh, مسحتها 30 ميجا ده مجرد ملف تسطيب بتدوس عليه بيبدأ ينزلك ال ال كل الملفات فبياخد وقت فسيبه يعني هنا الملف ده مثلا مساحته عشرة جيجا فسيبه براحته خالص لحد ما لك سيبه بروح روح الشغل روح اتفرج اعمل اي حاجة غير جو لحد ما هو يكمل تصطيب بإذن الله.